زمان كنا نخبط ونستنى لما حد يقول لنا اتفضل. لا ده زمان بقى، في حاجات كتيره قوي اتغيرت عن ايامك. الا الاخلاق والتربيه لسه ما نزلش عليهم ابديت. اه شكلك كده عايزه تديني درس في الاخلاق. بصراحه يعني انا ما عنديش وقت، لان انا عندي برنامج لازم يكون اب تو ديت. برنامج اللي كنت هتبيعيه من ربع ساعه بس؟ والله بقى ابيعه وما بحوش، دي حاجه ترجع لي، موضوعي انا. المهم ان انا عندي برنامج متشاف وجديد والناس ما بتزهقش منه. طب بما انك مشغوله ما تجيبي من الاخر وتقولي لي جايه ليه؟ اصلا انا دلوقتي مش مستعده اسمع منك اي حاجه خالص غير الاعتذار. واعتذر ليه؟ عشان عايزه تاخدي مني برنامجي. وانت كنت اعتذرتي لما اخدتي البرنامج من اللي قبلك؟ استاذه هند مفيش حاجه بتفضل على حالها. حاجه حلوه جدا، خلينا بنتعلم منك اهو. ايه كمان؟ لا والله انا اتعلمت منك حاجات كتيره قوي، واهم حاجه انا اتعلمتها منك the right time to let go. The right time to let go. Perfect. بما انك بقى بتتكلمي على الوقت المناسب، لازم تبقي فاهمه ان الوقت المناسب ده لازم يبقى مناسب لينا احنا الاثنين مش انتي بس. بما انك شاطره كده، تعرفي معنى كلمه اصرار ومثابره بالانجلش؟ persistence. persistence ايوه. الهوم ورك بتاعك الاسبوع ده تدوري على الكلمه دي وتقري عنها شويه وتتدربي عليها عشان واضح انها ما وصلتش لسه.